وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة. مرحبا أعزائي المشاهدين، بعد ظهور الطفولات وبداية تقديم طلاب المرحلة الأولى بكليتنا، حبينا أنه نلتقي بعدد منهم ونسألهم عن رأيهم بإجراءات التسجيل. خليكم متابعينا وتعالوا ويانا. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا. شنو كان حلمك اثناء ما كنت طالبه؟ كنت احلم اني اصير صيدله. حلو، يعني ما كان حلمك قبلها مثلا طب او شيء ثاني طلع لك بعدين صيدله؟ لا لا، هو انا يعني كان حلمي انه اطلع معدل عالي يعني واروح اللي شيء انا اريته، يعني ما اتقيد بشيء معين يعني، والحمد لله والشكر رب العالمين. الحمد لله. ايش قد كان معدلك؟ معدلي كان ويا الاضافه 98.43. ما شاء الله. زين، شلون شفتي الاجواء هنا بالكليه؟ يعني حلوه مقدما. انتو كأهلها شنو كنتو متوقعين من عندها؟ بصراحة احنا كنا متوقعين طب عام يعني لها، لان هي كانت كلش شاطرة ما شاء الله بكل مراحلها الدراسية، بس انه يعني تعرفين الظروف والتأقلم، وهي اصلا معدلها يقبل انه هي تروح طب اسنان، بس هي اللي ما قبلت يعني حلمها صيدلة والحمد لله. حلو، الحمد لله. يعني كان هدفي طب، بس انه الحمد لله ربي يسر لي واختار لي الصيدلة، وربنا يعرف الافضل، الخير فيما اختار الله. شلون شفتوا عملية التسجيل بكليتنا؟ سهلة جدا، وكلهم متعاونين ويا الطلاب وكلش زينين ويانا. تبدي جمالا لنا جديدة، فدم شعورا زدنا سرورا، بمن نراهم نراكم في الأرض عيدا. هدفي كان يعني أطلع معدل عالي وبعدين أفكر يعني بالتخصص. حلو، وما كان عندك اي اهداف انه تدخلين قسم هندسي مثلا او اي هدف كليه ثانيه؟ كنتي تحبين بس الطبيات؟ لا، كنت احب الفيزياء، احب قسم الفيزياء، كنت يعني قلت اذا ما طلعت معدل اروح فيزياء. حلو. ايش قد كان معدلك؟ ويا الاضافه 98.56. ما شاء الله، الف مبروك على النجاح والقبول هنا. شلون شفت الاجراءات؟ طبعا اجراءات جدا طبيعيه، وشكرا على هذا التعامل اللطيف، ورحمه الله والديكم مشكورين. اهلا وسعدا بخير اتي يا ضحكه الناس والحياه. اهلا وسعدا اهلا بخير اتي اهلا يا ضحكه الناس والحياه. بك التقينا ومن يدينا